السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناة لمونة لايف. اليوم جبت لكم واحد البيني ما عندي ما نقول لكم عليه، هشيش ورطب كيف القطن. عندي هنايا 350 غرام حتى ل 400 غرام تقريبا ديال الفرص، دقيق الفرص. عندي 130 غرام ديال السكر سنيدة، 300 غرام ديال الجبن طري او فخوماج، المهم راه نفسه، 3 البيضات، 2 خمارات، عندي داك سكر فاني بلاغوم ديال لورانج ديال البرتقال، زيت ديال الليمونه يعني التينا باردون لورانج التينا، وعندي معلقه ديال الروح دفاني. ندوزو للمقادير، راه ما كياخذ لكم لا وقت لا ما فيه لا ماتيريال لا حتى شي حاجه، دغيا دغيا كيتصاوبو كيجي مويه من الداخل. كناخذو البيض، ونزيدو عليه السكر كيف العاده، ونزيدو عليه داك الروح ديال باردون داك السكر ديال لي بلاغوم ديال لورانج. كنخدمو غير بالطراب اليد، نبقاو نحركو بيه. هاي جي لاطيبت لورانج التين، كيف كتشوفوا 300 غرام ديال الجبن اللي عندكم في الدار، عندكم خديتو ريكوتا، عندكم اش كيعيطوا ليها هذاك فيلادلفيا، عندكم الجبن العادي اللي كناخذو ديال جبلي. المهم ماشي مشكل، كلشي مزيان. كنزيدو الجبن ديالنا او الفروماج، وزيست ديال لورانج دلتين او البرتقال، كل واحد وشنو كيقول ليه. كنبقاو نحركو مزيان حتى كيتطلق داك الفرماج. يكون ديجا عندكم على برا بحرارة الكوزينة، ميكونش في التلاجة من الأحسن. هنا بعد ما تطلق الجبن ديالنا او الفرماج، كنزيدو لاغوم دفاني معلقه صغيره، كنزيدو دقيق الفرص ديالنا مع جوج خمارات، 350 حتى 400، واخا 400 مزيان حتى هي، غير على حسب الطحين واش كيشرب. هاي بغي وليدة تكون بزاف بزاف، لأن تقريبا كله فرماج، و بالنسبة تقدروا ديروا في المناسبات في الأعياد الميلاد. انا كنحركو بمعلقه خشبيه
الطلب اللي كان عندكم. نبقاو بهذه الطريقه حتى كتجهز العجينه كامله المكونات، كتكون هي العجينه شويه رخوه على هكا، لان هنايا شويه الطحين شرب ليا، مي مزيان تاع هكا راه مزيان، لقد الغرض جات زوينه وجا جاو هشاش كما كيجيو ديما. من بعد كنحتاج الزيت باش نقليهم وسنيده فاش نفندهم. راه واخا تشوفهم غير تقلاو في الزيت راه ما كيشربوا لا زيت لا حتى شي حاجه، كيبقاو خفافين ما فيهمش كاع نقطه الزيت بحال اللي ما قليتيهمش فيها. كتبقاي ديريها بحال هكا لان المعلقه لان هي العجينه كتلصق، ما عندك شي حاجه باش تهزيها، ضروري كديري معلقه في معلقه باش كتحيدي العجينه منها وتحطيها تقلى، يعني ما صالحتكش شي حاجه اخرى. هما ملي كيتنفخوا ويتقادوا كيتكوروا. غير هنا قلوا عفاكم ان فوا تخليكم الزيت، قلوا الزيت ملي تجيو تحطوهم في الزيت قلوا منها باش من البوطه ديالكم باش ما تلهبش يحمروا ويبقى لداخل شويه ناقص طياب. راه كيجيو زوينين وكيف القطن، ما تسخاوش بماكلتهم. وكنقول البنات اللي عندي في القناه يجربوهم ويردوا عليا الاخبار، يقولوا لي كيف جاوهم. واللي عنده الوليدات في الصغار، الوليدات صغار في الدار، يذوقهم باش بغا بالشوكولا باش ما بغا. بقاو تقلبوهم ما تغفلوش عليهم. كنبقاو نفندو سنيده كيف كتعرفوا، نحطو في الطويصلات ديالنا. كنتمنى يعجبكم لا فيديو، شكرا للبنات اللي كيخليو ليا التعاليق، وشكرا للبنات الجداد والبنات قدامي اللي في ديال ديما كيخليو ليا التعاليق ديالهم. كنتمنى لي فيديو ديالي يكونوا خفاف على قلبكم، هانتوما كيف شفتو هنا كيجيو رطبين بزاف بزاف.
كيف شفتوا المقادير ماشي بزاف فيهم داك الفرماج اللي شويه ماشي ضروري فرماج، جبلي راه موجود تقدروا ديروه فيهم، كيجيو حلوين تفرحوا بهم وليداتكم، ما كيحتاجوا خميره ما كيحتاجوا حتى شي حاجه، سيغ بلاص كيتصايبوا سيغ بلاص كيتقلاو، وراه ما فيهمش الزيت والو لدرجه انك نديرهم في الصفايره ما كيهبط منهم حتى شي حاجه تقريبا. نتمنى يعجبكم لا فيديو ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد المره الجايه. مرحبا بكم عندي وشكرا على تتبعكم ليا، وتهلاو في راسكم وفي صحيحتكم، والسلام عليكم.